يعني مثلا في ويكس او مثلا مانت راح يصير كرونيك تايب انفلاميشن. هو بالحالتين هو انفلاميشن، لكن شنو الفرق بين الاثنين؟ من نجي على المايكرو مورفولوجي بالسلايد اللي فرق لنا هو تايب اوف سيلز. مو هيجي؟ فاحنا قلنا انه تايب اوف سيلز شنو هي؟ مال الكرونيك انفلاميشن. كذا يمكن المحاضره السابقه. لمفوسايت والمونو نيوكليار سيل يسمونها. اللي هي المونوسايت، اللمفوسايت، البيزوفيل، الإيزينوفيل، المكروفيل. طبعا هذني المونوسايت سيل اللي هي اللمفوسايت هذني هي responsible for immunity. زين، وهن اللي فيهم تايب تو تايب، تي سيل وبي سيل. زين، الكرونيك انفلاميشن هو اللي يكون وراء يعني مسؤول عن الريفير مالت الانجري. هذا سناه في الصورة هو بحنا الديسفاكشن اللي يسبب البنكرياتايتس. شوف هنا لو تجي تفرق يعني هذا الستايل تجي تقرأ كمقطع لاحظ يعني تايب اوف انفلاميشن واضح هنا. يعني اشوفه اقول راسا هذا انا كرونيك انفلاميشن. ليش؟ لان اكو فايبروسس. هذا هو الفايبروسس، هذا طبعا responsibility of fibroblast cell. هل اللي اذا تشوفون السيلز هنا وهذه الفايبرز هنا ذني كلهم فايبروبلاست. من اشوف اي يعني نسبه من الفايبروسس معناته صاير الانفلاميشن يتحول الى كرونيك مو مرحله الاكيوت. بعد اشوف تايب اوف سيلز. هل اللي شنو التايب اوف سيلز اللي هنا؟ ماكروفيلز. ذني لينفوسايت. هنا ذني اشوف البيانات مثل النقاط السود يعني ما تميز في عبارك بس النيوكليوس يعني اذا اشوف بالسكوبات اللي هواي راح اشوف ذني بس تشوف البين بشكل كرونيك انفلاميشن. يعني هذا الشيء يعتقد واضح من انه تشوفه تقدر تميز بسهوله. هاي هنا شنو؟ هذا الشيء نفس الحاله بس هذه في شيء اذا تلاحظ هذه هاي باور يعني هاي على 40 شايفين؟ انتم ماخذين بالتلسكوب لو باور وهاي باور. هاي هنا لو باور. شوف ايش قد بالنسبه للفايبروسس عالي. هاي كلها فايبروسس. يعني حتى لو بدي اشوف لك هنا مثلا هذا فايبروسس لازم تعرف. هاي كلها نان فايبروسس كلها الياف هذه فدي ليد سيرفيلينج يعني ما اصير مرحله الكرونيك فدي ليد سيرفيلينج. هاي هنا نفس الفكره كرونيك انفلاميشن بس باللان. نعم شوف شو تشوفون هسه انتم نعم هذا الستايل يعني اقراوا لها قبل اثنين زين من الفرق يعني اللي تشوفوا هسه انتم نعم واضح. ده لينفوسايت كله وهذا كله فايروس. هاي كلها يا فايروس. بيكوز ما في الكرونيك انفلاميشن قلنا انه قد يكون فيرجس انفكشن تايب او انفكشن، قد يكون باراسايت انفكشن، قد يكون فايرال انفكشن، قد يكون بكتيريال انفكشن، فانجال انفكشن، وربما اوتو ميو ديزيز بالالرجي بالسيستم كلوز كروماتوسيس الريثيميا مالتيفورمي سامعين بها؟ هذا الريثيميا مالتيفورمي اوتو اميون ديزيز من سبيشل مالتها يصير باللي تصير وبالفيس مالت شو اسمه مالتي اورجان فيلر هذول بس اول يعني الفيرست مانتيستيشن يكون بالفيس وبالاورال كافيتي يصير كازيشن يسموه بالليب وكراستين بالليب وبتر فلاي يعني تلقى راش بالسكين فهذه من الشغلات اللي تخص الدنتستري يعني. هذا هنا تايب اوف انفلاميشن هسه هنا شنو اللي تشوفه هنا؟ هذه صورتين شوف نوع ال لا مو لونه هذه صورة صورتين متغير الانفلاميشن من اكيوت الى كرونيك ثاني شوف شنو تايب اوف سيلز نيوتروفي ثاني يعني النيوكليوس مالته شوف شلون متخصصه صايره تراثيه فهذا اكيوت وذا اللي شنو اللي حمر هنا النقاط؟ ذا اللي عارفيس هنا شوف شنو اللي صار هنا شوف تايب اوف سيلز تلقى نيوتروفيل اذا تلقى كبير ربما تلقى لك وحده اثنين مو هذه بس الباقي شنو ذا؟ ذا اللي كلهم نيوكليوسات فهي يوضح لك شلون الفرق بين التايب هسه هنا هذه الصوره هنا بالليل هاي نفس قبل شوية احنا اخذنا عنها ما في يعني مثل شغله كرم الفوسايت كافي ها؟ ها هذه كلها نيوتروفيل هذا شنو
يبين التأثير مو مال ماشي. هذا اللي نعم هاي الثلاثية كلها يعني كل أسمائهم خاصة واقع كلش واقع يعني ملتي نيوتي هاي نعم شنو هاي خدامة سابقة type of bed هاي نعم شنو نعم مو اللي كوفاكتي بروسس لا هو هاي البكتيريا يعني البكتيريا تعرف البكتيريا سوينا هذا في بس بالله لا لا أي مكان أي أورغان في الجسم مرات لفنوت نجي ناخذ مقطع لفنوت يعني ذاك اليوم جت كيس سيرفايفل لفنوت كيس حتى سيرفايفل لفنوت كان صار فيه الارمنت ومقاومة سحبنا له إن هي قبل هذا الكيس أكو مثل مثل سيل أو كلفوسات اللي بريد نعمل سيل تعرف شنو هي الكلفوسات باللفنوت شوفون الكلفوسات فشيء غلاب لاي كذي وكل هالفوسايد هنا وهذه هنا ذي السيلز اللي يشوفون يسمونه الإبيثيليويد ماكروفاج زين هذه كلش واضحة وجدا مهمة بال يعني حتى ركزوا عليها الامتحان بشيء يعني هذا لأنه واي يشوف هذا يعني بالسلايدات غرانيوم خلايا اسمها هي الغرانيوم تتكون من شنو من السنتر مالت في الجلاز الداتريكا الغرانيوم multi-nucleated giant cell اللي راويت كياتي والنفوسايت اللي تايد اوف سيل اللي هي سنة اللي بيدومنت شوف اذا تركز بالوسط هنا اكثر بالسنتر مالتها هذا شوف هنا هذا النفوسايت صارت بالبيرفري ولو يتكبر هذا السلايد على الباور 40 يعني على الميكروسكوب راح تقدر تشوف الجاينت سيل والفيليولويد ماكروفيج طبعا هنا شنو فايبروسس هذا موجود عندنا هنا شوفون الفايبروسيس موجود ذلك شنو السيال الناجور بني نقاط بني نقاط بس هنا متكثفات مسورات الغراني اللومن هنا هنا لنفوسايت موجودات متكثفات الاسرائيل هو كله بي انفلاميشن هذا تايب اوف سايت هذا السيناتريكال غراني اللومن هسه احنا شو راح نعرف ديجا هذا اللي شنو اللي بدي اشوفه ماكروفاج يصير فيها يلقي بعدين يسوى هاي الحالة بالبريكيا بسرعة مالتها هذا لا شكو هذا اللي هنا اللي ما داير تاخذ هني انفيريولويد ماكروفاج وهذا هنا نسبة عالية من الفايبروسيس هذا كله لو تجي تاخذ هذا مقطع هذا اسميه جرانيليشن تشوف جرانيليشن تشوف يعني تقرا عبارة جرانيليشن تشوف أكو هنا نيكروسيس وأكو إنفلاميشن وأكو غرانيوما هذا غرانيوما تشوف بالنسبة لل causes of chronic inflammation يعني قلنا إذا كان برونوك exposure للتوكسيك agent قلنا أكو توكسيك agent هو endogenous وأكو exogenous مو يمكن فتوهم بال لا مو بالكرونيك فتوهم محاورة الترانسيريوراف accumulation تايب اوف ايمنتيشن فتوني قد يكون اكزوجينوس مو قد يكون اندوجينوس فهو نفس الفكره انه بالاندوجينوس مقار عليه شنو بالاثيروسكلوروسس
زين تصلب الشرايين. يقول لك زوجينوس اي كوزينوس يعني يصير هو يعتبر راح يكون كوز اوف يعني انفلاميشن ويكون كرونيك هاي الحاله. طبعا هاي الحالات السيركسينيا جدا يعني دانجرس يعني تجي كيسات الطوارئ مرات نتيجه الاوبستراكشن مثلا انتستاينال اوبستراكشن يصير سيركسينيا عندهم سيركسينيا انفكشن يسموها وهذه يعني فيتال تكون بخلال يعني ممكن ما يطول 24 اور البيشنت ويدي يعني بها لانه اذا صارت في البلد يعني صعبه جدا هاي يعني ما ممكن يعني يعطوهم لون كورس مال انتبايوتيك تريتمنت سيستميك انتبايوتيك و اي بي و اي ام و يعني يتحسن يعني يتحسن يعني بالاوتو ميون ديزيز بعد عندنا بالروماتويد ارثرايتس زين هذا يعني يكون كرونيك انفلاميشن هذا يعني نقول الروماتويد ارثرايتس يفيد اكثر شيء الفيزيشن يعني موجود مو هيك بس احنا كدنتست وين نشوف اكثر شيء هذا الحاله المقارنه بين الروماتويد ارثرايتس يعني هو الروماتويد ارثرايتس شنو؟ بالعربي شو نسميه؟ ايه الروماتيز اللي هو شنو وين يصير؟ بالجوينت بالجوينت مو بالجوينت وين اكو جوينت احنا عندنا بعد؟ في الكورماتيلر جوينت لا مثلا اوستيو ارثرايتس هذا الناس يصير ديجنريشن للديسك اللي يفصل بين الكوندايل وبين الهيمينويد فوسا لانه هذا هو يعني سهل عمليه الانزلاع مال الجوينت فكلش مهم يعني في ان جي في هواي تفاصيل وفي هواي تايب اوف ديزيز يعني وجدا مهم بس اكثر شيء اللي يشوفه يعني كومن الشائع هو يجون جماعه المايوفاشيال بين ديسفكشن سندروم يسمونه يجيك عندك اتيبيكال بين وياه بيكينج طبعا الكليكينج هاي ما نعتبرها شيء دنجرس عليه لانه هواي اكو هذا ممكن يصير نتيجه سترس ممكن نتيجه يعني التروما مثلا يسوي عنده هذا الحاله زين مرات حتى يعني يجي مثلا حالات انه شوفه يم المريض يعني يجيني بالعشرين وعنده كليكينج قويه وعنده بين مثلا مضروب على المكان هذا صار عنده تروما قبل لا لا مضروب ولا حلو ستريس ما ستريس يعني تستبعد هذه الشغله يعني وحده من الحالات اللي تمر يعني تستبعد عندها هذا الشيء سيفير انفلاميشن سيفير بين يعني صاير عندها مو مال تقول روماتويد او اوستيو ارثرايتس فمثلا احنا سالنا ليش خلنا نشتري من عنده وبعدين قلنا على الاشياء قلنا له نسوي عمليه قبل سابقا يعني جنرال سيرجري قالت يعني نسوي مثلا ما اعرف شو كان بنتسايتس او شيء فهذا بالتقدير يدخلون هذا الانكوبيشن مال بالجنرال انستيزيا ف تروما هذا اللي داخله يعني نستعجل ما نهتم مع شنو فسوى تروما عندها للكونتاكت وطبعا هذه اكو حالات يعني حتى ما يفيدهم يعني احنا يعني نعطيهم نبدا وياهم رجيم مثلا في الانستيزيا يعني انالجيسيك ولا ستيرويدال انتي انفلاميتر نعطيهم البرنيزولون نشوف الروماتويد ارثرايتس شو صاير سوينج هنا وسيفير كيس يعني هذه كرونيك انفلاميشن هاي الدروس انا اجيبها بس على مود هيك يعني توضيحيه ان شاء الله تكون المايكرو مورفولوجي مو هذه هذه هنا الزر بالسكن شوف شنو الالزر احنا هنا تعريفها سير سلابي بالميوكوزا ديسكونتينويشن مو هيك ديسكونتينويشن هنا الزر فتجي تلاحظ هنا هاي الكراكر لايك الزر صاير هنا هذا بالسكن ما فيها طبعا هاي هواي تجي عندكم بالدنتستري بالاورال باثولوجي يعني الالسر مهمه جدا مهمه بالدنتست لانه جدا يعني شائعه وتجي كل شيء هواي وبها ديفرنشيشن يعني صفار زين تايب اوف الالسر مثلا يجيك البيشنت وقال لك عندي دكتور عندي الالسريشن هنا صاير طبعا الكومن احنا نسميها شنو؟ ابتس الالسريشن او الابتس ستوماتايتس هذه يعني مو اكثر من 1 سي ام السايز مالتها الديوريشن مالتها مو اكثر من 2 ويك تكون بينفول هذه هي حتى هني يعني نورمال وحده حتى ما تطي تريتمنت لكن يكون انالجيسي يكون هذا الفينالوج اوروي يسموه فهذه بالالسريشن مثلا انت تجي شخص مثلا تايب اوف السر من يجيك يعني تاخذ هيستوري ايش صار هاي الالسر عنده شرط مثلا عليه هذا الشيء قد يكون مثلا فيزيكال ايجنت يعني هيت مثلا قالت من شيء حار مثلا يعني ممكن كل شيء مثلا او تروماتيك مثلا الالسر يعني خصوصا دول اللي مثلا عندهم فتلت
شوف 24 ساعة لبالك يصير يصير عنده بعدين أوسريشن أو يصير عنده يسموه ميوكوسيل، يعني هذا سليبري جلاند ميوكس يعني يعب على السليبري جلاند. هنا أقول شنو أقول ما ينام سليبري جلاند، ممكن هذا يطبق عليها ويصير مبشر هاي السليبري جلاند فيطبع الميوكس مالته يسوي سيست لايك يعني فشين في الكيس يسموه ميوكوسيل هو شيء بنايم هذا. بس أكثر شيء من دول يا جماعة الهدف مثلا لبالك أو إذا مرات واحد يعني ما ننتبه هو مثلا ياكل او فشيها فد بايت قويه صارت على هاي المنطقه. حتى هي هاي النيوكوسيل اللي احكي لك عنها ورا فتره لا يتركها مثلا بعض الكيسات اللي يتركها فتره طويله يصير فيها فايبروسيس تتحول الى فايبروما تصير تايب مالتها كرونيك وتبدا تصير فايبروما يعني تصير كلها عباره عن فايبرس الياف وهاي حتى يعني يصير فيها هيمي. فهذه الابصر اللي نحكي عنها سيناها بالسكن بالاوركان جدا مهمة الابصر اذا كان مثلا الديوريشن مالتها لونج ديوريشن مثلا يقول لك انا صار لي هذه 3 مانث او 4 مانث الابصر بدت ما يصير بها هي بس دكتور ما بأذيت. وهم عادة هذول الكيسات اللي احنا نخاف من عندها يعني بالاوركان اللي تجيني هيك ابصر من يكون الديوريشن مالتها لونج وبلس وهذا المريض ما يراجع عليها متى متى تهدي ابصر صايره في البلد في الفلورا الدماغ متى تهدي يتركها يروح ست شهور بعدين شوي ينتبه عن نفسه يقول لك شو هذا ما صار بها يعني هيلي بيجي يراجع عليها. احنا هاي طبعا هي اللي راح تكون دنجرس لان خاف تطلع كارسينوما سكوان السير كارسينوما. طبعا هذه يعني ذيك مره جت لي كيس يمكن 1 يير ابسريشن بالفلورا دماغ اكثر مكان بالاورال كافيتي للابصر يعني الفلورا تمام عندنا والدارزون سيرفس او بثن والفنترال سيرفس. الفنترال اخطر من الدارزون سيرفس تعرفون انتم في دارزون وفنترال فهذه كلش تكون خطره اذا لونج ديوريشن وبيلس وما يصير فيها هيلينج يعني 6 مانث او اكثر السايز مالتها اكبر من واحد سي ام مثلا هذه تكون يعني ربما تطلع سيكوانس ربما تطلع ايكوبليك يسموها وايد ليجن يعني وايد بها تفاصيل هذا. فالمهم فكانت الكيس انه 1 يير ولونج دوريشن الهيستوري مالته سموكر زين هاي كلها يعني تثبت ضمن الكرايتيريا والباراميتر مال الكانسر. الوحده من البريديسبوزنج فاكتور بالاورال سكوير اسير كارسينوما هو السموكي بالاولد ايج فمن فحصناها بالهيستوباثولوجي طلعت ويل ديفرنشيتد سكوير اسير كارسينوما جدا واضح ودخل بيشن بعدين سوينا له يعني كيمو ثيرابي وبعدين ثيرابي وحتى خاف انه تكون ميتاستاتيك بعدين يعني اذا فتره طويله صار. هسه هنا هذه الابصر اللي تشوفها بالسكن مقاربه يعني تقريبا اللي تشوفها بالاورال كافيتي نفس الشيء ما راح تشوف هنا عندنا الميوكوس ممبرين ميوكوزا اورال ميوكوزا وشوف نفس الشيء الابيثيليا هنا هاي المنطقه ماكو هنا ابيثيليا هاي بس الاندلاني لامنا فوقيه كونكتد تشو ما كنا نبي ما كنا كيراتين هذه أوصل واضحة تيجي تفحص الناس تشوف هذا أنا تشوف هذا السلايد جوا هاي تكبر الصورة وهذا المقطع نفسه مع الأوصل نحن ما فيه تشوفه شو اللي تشوف هنا واضح أكثر شيء هذا السلايد تشوف فيه هذا السلايد بشكل عام يعني شوف شنو هنا أكو فايبروسيس زين وبعد هذا شو اللي الخلايا اللي هي سبندل سيل تايب ولو هنا صغار بس واضح على الحاسب راح تكون واضحه اكثر. هذا هنا سبندل سيل سمين هذا شوف هذه سبندل سيل هاي هنا الباقي النقاط السود اللي تشوفها شنو؟ كرونيك اللي بدها بثري سيل شنو اللي نفوسه؟ شوي يمكن عليه وظل هنا فوق فايبروبلاست هذا هنا اللي صايرات يعني طولانيات السيارة كأنه طبعا هنا هاي الفوسات طبعا انت دائما تشوف بالمتركز على المستوى الباثولوجي انت اذا تروح تطلع الفايبروبلاست في كلها او تطلع الفوسايت انت هنا بالمستوى الباثولوجي وعلى السلايد تشوف كأنه نقاط يعني ما تميز الباوندري مال السيارة والجسم مثلا تريد شو اسمه هسه شوف هاي الفايبروبلاست فشين طولاني مجروح خلايا مغزلية هاي فايبروبلاست تسوي فايبروسيس يعني تريد تسوي هيلينج هنا ومن شي
فوق هذا تلاحظ اكو هنا body circle يعني circle materialization يعني دي circle بالاصل هنا كومبليتين شنو اللي صار؟ كيراتو سايد بدت تكون كيراتين الثيريلايزيشن كامل صار عندنا من الابليكار سيرسير البيزر لير اللي موجود هنا معدي لانه هذا احنا حتى بالانسريشن بالامر الاخير ليش ما تقدموا اللي قدامنا؟ ما تريدون شوف هنا واضح الفايل بروسيس كله سبندر سيل وفايبر بلاست واكو هنا الابيثيليا هنا تايب سكوامر سيل صايرة وهاي هنا كلها الكيراتوسايد مسوية كيراتي هاي هنا صار كومبليت هيل زين انتو خدتينهم لو ما خدتو ما طلع يا دكتور اصلا الهيلينج لا ما خدتو هو شو اللي يسبب الهيلينج هنا عندنا؟ ال responsibility مال الهيلينج من ياسر عندنا ال connective tissue cell ليس هيلينج زين تبدي الفايبروبلاست تبدي تسوي فايبروسيس وبعد الكيراتوسايت تسوي كيراتين بالى مكان يعني هي موجود بها بالكيرسر بالسكين او غير مكان مثلا زين تبدي تسوي كيراتينيزيشن وبعد شنو عندنا المونو نيوكليير سيل اللي هي الماكروفاج هذه اللي هي ريسبونسبل فور انجلفينج وهي اللي اصلا يعني بالكيرسر يعني اللي تريجر مالت الهيلينج هي تعتبر تقول ليش لان هي تبدي تسوي انجلفينج اذا اكو فورد بدي او وين الانفكشن اصلا يجي بس من نجيب لك شيء سايد يعني انا ما اعطيك هاي هنا البيكتشر راح اعطيك لك امتلاء شوف هنا مستقي هاي لازم تعرف لي انصر يعني شوف هاي الصوره لازم تعرف لي انصر لانه فين هنا ديسكونتينويشن صاير في السكوير مسافيتي هنا يقول كرونيك انفلاميشن غير ديسكونتينويشن بس مثلا اقول لك انه ديسكرايب يعني انت لازم تعرف هذا توصف لي تيسر هنا فايبروسيس تيسر كلها اكو فايبروسيس اكو هنا انفلاميشن حتى يعني تفتهم حتى اعرف انه انت تفتهم يعني كان مثلا شنو لك هنا فايبروسيس شنو؟ كانه نورمال بيكتشر يعني هذه هنا سكين نورمال بيكتشر مال سكين اكو فايبروبلاست واكو سبندر سيل اكو ابيثيليا هنا هاي شنو هاي؟ هاي الابيثيليا كيراتين هذا الفوق هاي الهير هي اسميها كيراتين وهاي شنو هنا؟ هاي الابيثيليا هنا وهاي هنا الكونكتيف تشو اللي هو في فايبروبلاست فايبرز فايبروسيس هذا المقطع نفسه مال الديسكونتينويشن هنا ما في تيار قبل يعني ما راح يجي بتيار واحدة مثلا هذه هذا فهنا لدي قلنا الكرونيك انفلاميشن تايب اوف سيل نشوف الماكروفاج الليمفوسايت بلازما سيل بعد من الريبيرنج مال اي انجري شو نشوف غير الفايبروسيس نشوف شنو انجيو جينيسيس يعني شنو بروليفريشن مال البلد بزر زين هذا البروليفريشن بس بالانفلاميشن نشوفه من اللي تسبب هيلينج يعني بالكرونيك انفلاميشن اشوف انجيو جينيسيس لو بعد ولا اشوف ولكن هم أقوم يا لكم أكيد أكيد لأن بداية هي وبعد ما نشوف بروليفريشن عالي اللي هو انجيوجينيسيس حالات التيومر هم نشوف فاسكولاريتي جدا عالية وإذا كان تيومر مال بلد فزل فهذا راح يكون ال نشوف فاسكولاريتي بس هنا تايب اوف سيل شنو التايب اوف سيل اللي هي بالتلفزيون تشوفوها؟ اندوثيليال سيل مو؟ الاندوثيليال سيل هاي هنا اذا صارت فيها سبيسيفيك كرايتيريا تشوف الخلايا منفوخة يعني اللارجمنت صاير فيها والانكريز بالنيوكليير سايتوبلازم كروجن يسموها دارك نيوكليوس يعني كونسنسيشن مال كروماتين هذا ساين مال تيومر فاذا مثلا مرات تجي كيسات مثلا بالفيس يعني بالاورال كافيتي بوكال ميوكوزا تطلع هيمنجيوما يعني انت شوف خلي بالك ترى التناقض جنرال باثولوجي كان
destruction completely بالبالي أو كمان دبول بالبرناماس من ما قلنا نعرف إنه هاي الكيس أكو سوالين طالع لي برا أو شيء فسوينا ريسكشن كومبليت ريسكشن المال دبول دسنا البول مال فطلع تفاصيل سافمو فيعني الباثولوجي الجنرال كله إلى ستيشن أورام بالبيس لكن خلينا نقول مو قد الديزيز اللي موجود هناك يعني شوف انت مو مشوف لكن اذا هناك تشوف مثلا بالشهر 10 هذه الاستشاريه مال الجراحه تقول لي انا اشوف لك بالشهر كيس كيسين يعني من هاي الحاله فكل ترى هذه لها وانت شوف بشكل عام هاي لكم انتم خلي يعني هل تستفادوا الباثولوجي الاكيوت انفلاميشن قلنا ما صار في ريزوليوشن شنو اللي راح يصير فيزيس انفلشن يتحول الى كرونيك مثال على كرونيك انفلشن بالالسريشن بالابسريشن يكون الانفكشن بيرسيست يعني اوف لونج ديوريشن زين راح يصير الالسر يصير كرونيك انفلاميشن طبعا هذا يعتمد على الكوز احنا لو وقفنا الكوز اي ديزيز مو راح يصير ريزولوشن كومبليت ريزولوشن لكن مثلا مرات الكوز هو اصلا من يعني يجوك خصوصا احنا كدنتس يعني بالاورال كافيتي مثلا في هذول جماعه الاولد ايج لابس كومبليت نتشر وهذا الكومبليت نتشر بيفد شارع ايج الحارة مثلا او فجر مثلا عند ناتشرال فيت بالابر اجينست مارشال باللور او كومبليت باللور مثلا وشوف هذا الفيت مالته واحد صاعد واحد نازل من شنو فهذول خصوصا الاولد ايج يعني اذا يتعود على فد شيء مثلا دنتشر او حاله معينه شوفه يعني صار عنده ادابتيشن كامل ما يغيرها متعود عليه شوف شلون ياكل بيه هذا شلون ده الماكروفاج هاي من الخلايا كلش مهمة. هذا السكر في الكونتاكت تشو وهي المسؤولة في مالتها انه هو القلب لل انفكشن او المايكرو. نفس هاي السيل يسموها كفر سيل كان عندها وين ما الكرشي فهذه هي ماكروفيت بس بال وين صاير الكرشي في جوا الليفر لا تذكرون في الستوديو على الوال مال السينسويد وشنو اللي برمين يكون؟ نشتغل هذا الجمال يعني السولج ايه وشنو اللي هو هذا نشبيه؟ بين الهيباتو الهيباتوسايد وسينسويد مو؟ وشوكو بعد النتائج اوف بلاد سلاح البورتل البورتل والهيباتو يعني حتى شوية منتبه للسلايد تعرف المقطع مال اللي بعد صحيح؟ شوف هذه الماكروفيج أصلا هي موجودة في السيركوليشن ويجي لكن شو كنت يعني يكون خلينا نقول الوصول مالتها للسايد أوف إنجري 24 أور و 48 أور بتلقاها بالسايد أوف إنفكشن السايد أوف إنجري حتى هي تشتغل ترانسفورم و يعني تصبح ماكروفيج لان هي الاصل شنو مونوسايت مو فتبدي تتحول واكتيفيشن مالها تميت من نفس الاميون سيستم من الهيومن بادي من التي سيل درايف سايتوكين احنا عندنا نوعين باللوفوسايت مو اكو يسموها تي سيل واكو يسموها بي سيل هذه طبعا تقسيمها الا للاميونتي التي سيل شو يسموها؟ تايب اوف اميونتي بيها سيلولار اميونتي مو والبي سيل اللي هي الهيومورال اميونيتي الهيومورال اميونيتي عادة تعتمد على الامينو جلوبيولين تايب اوف سيل وبالنسبه للتي سيل عسل يعني مثل فهذه الماكرو المونوسايت يعني يبدا يصير فيها ترانسفورميشن تصير اكتف والاكتيفيشن مالتها يكون من التي سيل تايب اوف سيلولار اميونيتي سايتوكين او ممكن اذا كان هو انفكشن مايكروب هي وحدها يصير فيها تريجر اندوتوكسين او اذر برودكت من الانفلاميشن على الكيميكال ميديتر وغيرها تبدي تصير بها ترانسفورميشن توصل للسايد او انفكشن شنو هذا معايا احنا على تي والبي تعالوا نطور لكم بس شيء توضيحيه لكم هي البي سيل اذا تجي عليها الديفرنشيشن نرجع للسايد قبل مالتنا بعدين هي سبيها differentiation هي type of lymphocyte يسموها plasma cell وهي اللي تطلع antibody immunoglobulin
انتي بودي. هنا بني الوسائل الدفاعيه اللي موجوده يعني تايب اوف ديفنس ميكانيزم يومرا وسيلولا تايب. هنا عن الجنرافيل يعني يكفيون يشوفوها بالبارسايت انفكشن او بالانفكتيشن لان يكمل كل سيارة تايب او سيارة. وقلنا انه بالنسبة للهيلينج شلون يصير عندنا بالانجيوجينيسيس وبالفايبروسيس. شنو على الجرانيوما قبل شوية؟ شنو هي قلنا الجرانيوما؟ وين نشوفها؟ يا تايب اوف انفكشن. وين هاتها احنا قلنا؟ ممكن يبقى جاينت سيل وبعد بتيلوريد ماكروفيل. هذه هسه هنا صورة الكرونيك انفلاميشن هنا الجرانيوما. هذا اللي هنا واقع هاي الفيلاي وخلينا نشوف هاي هنا جاينت سيل هنا طبعا هاي لوغو احنا ما عارفينها. شوف هاي ممكن يبقى جاينت سيل اللي ماشيين عليها وذني هنا الاجريجيشن مال الفيلاي لويد سيل. بعد شو يصير هنا يسموه سنترالي كازيوس نكروسيس. طبعا هاي حتى نتوقع لك مورفولوجيكالي يعني كروستي شوف تشيزي لايك مكان ما فيها تشيزي لايك مو كازيوس نكروسيس يعني ويجي كيسات يعني حتى الهيستوباثولوجي يجون مرات جماعه الفورنسيك يعني الطب العقلي انه كل شخص يعني ديت يعني راح يودون اللي يسوون تشريح مو سامعين فيها يعني هاي الشغلات فيجزون حتى يعرفون سبب الديت مالتهم. فتيجي مثلا احنا انا ما اعرف مثلا ما اقرا مثلا تقرير او ما نعرف هذا بس نشوف مثلا دازي لك مثلا هارت يجزون لك عينه من الهارت عينه من القلب عينه من الرئه مثلا من الليفر فانت تقطعها وتتحصل تشوف شنو بها مثلا لقيت فيها نكروسيس لقيت فيها هايبوكسيا يعني اكو فيشر مال هاي حتى تعرف مثلا يعني تجي مال دول السموكر مثلا تشوف انه صار بين ديش فيها انه هذا سموكر يعني وهو ايج مثلا فهاي الكيس بس نكروس مرة تكروس دي تشوف مثلا صار فيها كازي يعني هذا بين انه هذا روتين سبب هذا انه ما حتى يعرف يعني حالات هاي حتى لو يعرفون يعني هاي روتين يعني ما لازم يعني يسوون تشريح يعني. هذه نافذة سيناريو فوسايت عبر فهي بشكل عام الليفوسايت على الريفري وفي الجلد سنتر ممكن يبقى جاينت سيل وبثيريولويد ماكروفيج. هاي نفسها كبرنا لكم اياها هنا. شوفوا هاي الجاينت سيل ترى كل شيء مهم هاي. هذا هنا شنو؟ هو ليس كذا كذا هذا اللي تايب اوف سيل هنا الثيريولويد ماكروفيج. لان الليمفوسايت على الدرفي كله. هذه هنا شنو ذني هنا؟ ها؟ جايز وهذه هنا شنو ذني؟ نقاط الليمفوسايت هاي هنا شنو؟ فايبروس يعني ذني سبندل سيل فايبروبلاست بجد شويه زين يعني كرتون فيه مو؟ Gracias.